مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حديث الساعة لليوم 26 ماي 2016. نقترحوا مواضيع وضيوف معهم نتناقشوا ونحللوا ونحاولوا نفهموا شنو يصير بالضبط في بلادنا اليوم. في حديث الساعة اخترنا باش نحكيوا على المؤتمر اللي نظمته عمادة الخبراء، هيئة خبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. هالمؤتمر هذا نظمته إذن هيئة الخبراء المحاسبين تحت عنوان أداء المؤسسة في وقت الأزمة، وباش نحكيه كذلك على الأزمة بين اتحاد الشغل من جهة ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى حول مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد. وكنا في حلقة سابقة استدعينا ممثل عن اتحاد الشغل باش نفهموا معاه وجهة نظر الاتحاد، اليوم باش نفهموا وجهة نظر وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون معنا حاضر السيد الوزير. لكن قبل هذا خليني نرحب بسيد رؤوف غربال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. مرحبا بك سي رؤوف، شكرا لك على قبول دعوتنا. اهلا وسهلا. يحضر معنا بطبيعة الحال سي رؤوف في الجزء الاول من البرنامج، في الجزء الثاني يحضر معنا السيد محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية. ومرحبا بكم إذن المشاهدين الكرام. قبل هذا كل خلينا نعمل جولة في الصحافة المكتوبة ونعمل طلع على عناوينها، عناوين جريدنا لليوم، جريدة لابريس، وتحت عنوان باسي سامبل ليس بالسهل، نقرأ في المقال تفاصيل حول تعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية التونسية والصعوبات اللي باش تواجهنا في تحقيق هذا. جريدة الصحافة اليوم وعلى خلفية الندوة الصحفية الاختتامية لأشغال مؤتمر النهضة العاشر تنشر تصريحا لعلي العريض يقول فيه: نفتخر بالمرجعية الإسلامية ولا تناقض بينها وبين الصفة المدنية. ونقرأ زادة في نفس الجريدة: فيروس الاستقالات يصيب الوطني الحر. جريدة الصباح تسائل اليوم: محرز بودقة يضع النهضة مجددا في قفص الاتهام. وفي مجهر صباح نقرأ: والنخبة الحالية جزء من الحل أم من الأزمة؟ وهذا في علاقة بالأزمة السياسية اللي تعيشها أغلب الأحزاب التونسية اليوم وتأثيرها على النمو الاقتصادي الضعيف. جريدة المغرب اليوم تعنون: النهضة تخرج أضعف سياسيا بعد مؤتمرها العاشر. وتضيف العريض وجلاصي والمكي والعيادي يتنافسون على المركز الثاني في الحركة. جريدة الضمير وفي علاقة بندوة صحفية اللي عقدتها الهيكل بارح تنشر مشروع لرصد خطاب التحريض على العنف في وسائل الإعلام. هذه هي عناوين جرائدنا لليوم، جرائد التونسية اللي صدرت اليوم. قبل هذا كل خليني مرة أخرى نرحب بضيفي السيد رؤوف غربال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. مرحبا بك سي رؤوف. إذن المؤتمر العالمي 32 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية من 26 إلى 27 ماي، يعني اليوم وغدوة، باش يكون بعنوان وتحت إشراف رئيس الجمهورية. كانت تعطينا فكرة مبدئية على شنو هذا المؤتمر اللي تقوموا به اليوم؟ هو تظاهرة معناها علمية، مؤتمر عالمي بأتم معنى الكلمة، تم وضعه تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية الأستاذ باجي قايد السبسي، وتم افتتاحه اليوم من طرف السيد رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد بحضور السيد وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزي. وتعرفوا معناها الوضعية الاقتصادية والوضعية السياسية، ثم اضطرابات كبيرة على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى المؤسسة، والمؤسسة تأثرت أيما تأثر معناها من الأوضاع هذه. وزاد كيف خلينا نقولها بكل صراحة، جراء العوامل الاقتصادية العالمية اللي هي تعرفوا ثم معناها أزمة في برشا بلدان، وإحنا إذا كان نقول وإحنا نسبة النمو متاعنا كيفاش 0 فاصل ولا أقل حتى من 0، إحنا في البلدان اللي بجدرنا في فرنسا وفي غيره. أهم المحاور، أهم هو أداء الأطر العامة، الأطر العامة هو أداء المؤسسة ولا بيرفورمانس لانتربريز اون بيريود دو كريز، وهذا يهم المؤسسة الخاصة والمؤسسة العامة. أوضاع للمؤسسات في أوقات الأزمات، في أوقات الأزمات الأداء نتاعها، وإلا بالأحرى تحسين الأداء نتاعها، خاطر مهما يكون الأداء لازم تكون تحسنه، خاطر تتأثر هي بالعوامل الاقتصادية. وبالتالي شنو ما هما الآليات، شنو ما هما المقترحات
العملية اللي نقدموه احنا للمؤسسة باش هي تشد روحها وتكون تعطي أداء أحسن من الأداء اللي قعدت تقوم به في الوقت الحاضر. أنتم متابعين للمؤسسة التونسية، شنو وضعها اليوم مؤسستنا؟ هو المؤسسة معناها في العامين هذوما توا بدينا في الأشغال المؤتمر تعطي معناها شوية بعض المؤشرات وبعض النتائج اللي نجيو نشوفوا في السنتين الفارتين الوضعية. ثم مؤسسات تطورت وتطورت بصفة كبيرة وفما مؤسسات تدهورت ودهورت بطريقة معناها زادة كبيرة، معناها فما اللي قاعد يتطور وفما اللي قاعد يتراجع. دونك هو عنده برشا أسباب وبرشا مسببات، واليوم مهما تكون الشركة مهما تكون المؤسسة، احنا مهما يكون أداء المؤسسة، احنا في المؤتمر هذا نحبوا نعطيه آلية. ماذا بنعرف السر؟ أنا شنو هو السر في أنه وحدة تنجح وحدة تتقهقر ترجع حسب القطاع هذا في القطاع العام والقطاع الخاص؟ في القطاع الخاص، خاصة في القطاع العام نشوفوا فما تدهور كبير، فما معناها خسارة معناها في المسجلة في المؤسسات العمومية، ومعنى المؤسسات العمومية هي مرافق مصالح عامة معناها مربوطة بالبلاد، لابد من باش معناها تواصل في إسداء الخدمات نتاعها. ولكن في المؤسسات الخاصة نشوفوا اللي فما نوعين، ثم اللي تطور وتطور بصفة كبيرة زادة، معناها فما قطاعات معناها تزاد رقم معاملات نتاعها ب 20 وب 25 وب 30 وحتى ب 40%. كيفاش نجموا نهزوا هالرتلة ذي من المؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية إلى معناها الصف نتاع المؤسسات الخاصة ذي وتكون ناجحة كيفاش؟ هذا اللي قاعد ندرسوا فيه في معناها صلب الورشات نتاع المؤتمر. وفما الحاجات الباهية اللي في الشركات الخاصة نحاولوا كيفاش نطبقوها وننقلوا نفس الصورة للشركات العامة. وثم اليوم حضور مكثف من طرف الإدارة، حضور مكثف من طرف القطاع المالي والبنكي، خبراء محاسبين توانسة يعرفوا الواقع متاع المؤسسات متاعنا، وخبراء أجانب أخرين عندهم تجارب عاشوها من في برشا بلدان. الورشات بدأت تخدم اليوم بعد الظهر، وغدو الحين مش توصل الاعمال، وان شاء الله تكل الاعمال نتاعنا ب معناها كتابه كتاب ابيض فيه كل معناها المقترحات، كل الاليات، كل ما من شانه باش يعين المؤسسه لتعدي وتخطي هالصعوبات. كيفاش نجموا نطوروا وخاصه تحسين الاداء نتاعها؟ خاطر مهما يكون ادائها حتى باهي نحبوه جيد، حتى متوسط نحبوه يزيد يتحسن، ممتاز حتى يعني رديء نحبوه، ولا هذا هو نجاح متميز. معناها ديما ثم امكانيات للتحسين. اكيد اكيد باهي. كيفاش نجموا نطوروا القطاع العام؟ القطاع العام اليوم شوانه كبيره محلوله، الحوكمه ومقاومه الفساد، هذا من الاولويات لتحسين القطاع العام. كيف نحكي والحوكمة راهو ما جاتش. شنو التشخيص بالضبط يعني؟ وين يكمن المشاكل نتاع المؤسسة العمومية اليوم؟ المؤسسة العمومية عندها برشا مشاكل، وكل التشخيص كل 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 مؤسسة عندها مشاكلها، عندها خاصياتها، فما قواسم قد تكون قواسم مشتركة معناها، وفما ثم حاجات خاصة بالمؤسسات، وتعرفوا انتم باش نقول لك طريقة التصرف في المؤسسات العامة ماهيش طريقة التصرف في المؤسسات الخاصة، طريقة الحوكمة في المؤسسات العامة ماهيش طريقة الحوكمة في المؤسسات الخاصة. في المؤسسات الخاصة ثم برشا مرونة، ولكن ثم مراقبة، ومراقبة معناها سيستيماتيك، مراقبة قبلية ومراقبة في نفس الوقت ومراقبة بعدية، هذا راه موجود حتى في المؤسسة. لحظة بركة، جاء موعد الفائز اللي أعلن على الفائز في مسابقة 50 تلفزة، تبقى معايا؟ نبقى معايا. الفائز في مسابقة التلفزة التونسية في 50 التلفزة التونسية لليوم الخميس 26/5/2016، الإجابة الصحيحة هي سيتي 2، سيتي 2 برنامج الهدف، والفائز هو يوسف الردادي من معتمدية سيدي حسين ولاية تونس، مبروك عليه الجائزة من التلفزة التونسية في عيدها الخمسين. مبروك عليه. إذا نعيد الاسم نتاعو، سي يوسف الردادي معتمدي سيدي حسين من ولاية تونس. نواصل الحديث معاك سي رؤوف غربال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بولاية تونسية. وقفنا عند تشخيصكم للمشاكل اللي موجودة في القطاع العام. شنو هو بالضبط يعني في الأداء، في
حجم اوقات العمل في بالضبط وين؟ قلت لك بالنسبه في الحوكمه في بالنسبه للمؤسسات العامه فما قواسم مشتركه وفما خصوصيات، معناها كل شيء كل مؤسسه عندها. انت ما تجي تاخذ نقل ما تنجمش معناها ما تحطش قطاع نقل معناها بدون معناها بالسعر الحقيقي، معناها لازم فما بالنسبه للطلبه بالنسبه لبعض شرائح من 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 المواطنين الى اخره، معناها شاكا ايتانكا معناها السونديكاب وفما قواسم مشتركه كما قلت لك، معناها الحوكمه هنا معناها وطريقه التسيير وطريقه الاداء. واحنا كيف نشوفوا في المؤسسات راهو مش حتى اكيد في لا ريمينيراسيون المكافاه، مش طريقه المكافاه في القطاع الخاص ماهيش نفسها كيف في القطاع العام بالنسبه للمسيرين ولا بالنسبه لغير المسيرين. فهمت كيف معناها العدد كذلك في الوظيفه العموميه، لا مزور دي بيرفورمانس معناها قياس الاداء، لو سيستيم دو موتيفاسيون كله مش كيف معناها. حتى الرقابه في مؤسسات خاصه تلقاها رقابه حينيه معناها قريبه في لصيقه متابعه لصيقه معناها. وحتى لي سيستيم دانفورماسيون عندهم دي سيستيم دانفورماسيون قوي برشا ريلاتيفمون. معناها احنا اليوم ندعيو الدوله وقلنا هذا في برشا مناسبات باش تستثمر في معناها في لي سيستيم دانفورماسيون في الطاقات في المهارات، نعاودوا نراجعوا المنظومه من اليفها الى يائها. شراكه بين القطاع العام والخاص كيفاش نجم تساهم اليوم في تطوير المؤسسه؟ جوستومون هذا تنجم يحسن في اداء المؤسسه. شراكه في من عده اوجه، معناها هذا معناها ديزيفور دو باري دوتر من القطاع العام من القطاع الخاص، ومعناها تضافر جهود للوصول الى اهداف منشوده. معناها وتحدثنا فيه الموضوع هذا وقاعدين موضوع حديث في الـ في الـ في, الـ في الورشات، يكون زاد جزء من الحل جزء من الآليات المقترحة لتحسين أداء المؤسسة. والحمد لله معناها تسنى القانون هذا، ثم آليات ثم بعث لي أوامر معناها منظمة فما مشاريع ذات قيمة مضافة عالية اليوم كيفاش نجمو نوصلولها؟ ثم مشاريع ذات قيمة اسمع ما تنجمش ما تعرفش قداش عندنا مشاريع ذات قيمة مضافة عالية وما تعرفش معناها مثلا نعطينا مثال في القطاع الخدمات قاعدين نخرجوا في آلاف المهندسين وقاعدين يعملوا في الاكسبورتاسيون وقاعدين هما يخدموا لبرا واليوم قلناها ونعاودوها النظام التعليمي في البلاد التونسية يلزم مراجعته في الخبرة في المحاسبة بالخصوص، وهذا كان معناها حديث مع السيد رئيس الدولة والمنظومة التعليمية والتعليم العالي والبحث العلمي. واحنا تتحسن المنظومة عدد الخبراء المحاسبين يتزاد ويزديوا الخدمات نتاعهم داخل البلاد وخارج البلاد. اليوم كيف نشيو نشوفوا نلقاو عندنا 1000 خبير محاسب، حوالي 1000 خبير محاسب في تونس، ما يقارب 81 خبير المليون نسمة. كيف نقارنوهم مع المعدل العالمي اللي هو 400 خبير لمليون نسمه؟ كيف نشوفوه في البلدان المتقدمه؟ نلقاو في كندا مثلا وفي انجلترا وغيره فوق ال 5000 خبير محاسب في فوق ال 5000، وهو عدد الخبراء المحاسبين راهو مؤشر من المؤشرات اللي معناها تقيس بهم مدى تقدم البلدان ومدى معناها قوه الاقتصاد وقابليته للازدهار. في كل مؤسسه اليوم عندنا خبير محاسب؟ مش في كل مؤسسه عندنا، تلقى بعض المؤسسات فيها زوز. اش معناها فيها زوز؟ فيها خبير محاسب ومراقب حسابات، وبعض المؤسسات فيها كل شيء خبير محاسب، وبعض المؤسسات فيها كل شيء مراقب حسابات، وبرشا مؤسسات لا فيهم لا خبير محاسب لا مراقب حسابات برشا. واحنا اليوم كيف نديو باش اعاده معناها قانون المنظم للمهنه باش تكون معناها لصالح العام، باش نخدموا الاقتصاد بطريقه معناها اخرى بطريقه انجع، وان كان حتى الطريقه هذه راهي ناجحه حتى لتوا. نعم. باش نكونوا رياديين فهمت في الـ في الـ في الـ ونكونوا في عملنا ناجعين وننفعوا المؤسسه. وتعرف هي المؤسسه هي من نسيج تتشكل معناها خليه من خلايا نسيج الاقتصاد الوطني، واذا كان احنا خدمنا هالمؤسسات راهو الاقتصاد هذاك كيفاش يتقدم وهذاك كيفاش يحصل النمو وهذاك كيفاش يصير الاستثمار وهذاك كيفاش يصير يحدث التشغيل.
بالنسبه للنظام الجبائي اليوم انتم تعرفوا اللي هو اشكال كبير مطروح، واللي ربما من الاسباب اللي تخلي المؤسسه تتراجع ربما، او المؤسسه يعني الخزينه العامه للدوله يعني ما تلقاش الموارد اللازمه. اليوم دوركم في الموضوع هذا في فيش يتمثل بالضبط، وين تنجموا تساعدوا الدوله في معناها يعني احنا الابتعاد عن مثل هذه الممارسات؟ احنا قاعدين نقوموا بدور، وبدور كبير سيرتوه في الاشهر الاخيره ولا السنوات الاخيره. والجباية عندها تأثير كبير على المؤسسة، تجم تعينها وتجم تعينهاش، معناها بالعكس، معناها تتسبب في عدم الإعانة متاعها. واليوم وقت اللي نشوفه توا بقدرة ربي ماشيين في طريق راهو به، وقاعدة خدمة تصير في الكواليس، وقاعدة خدمة تتحضر وشوانة راهي محلولة، ثم إصلاح جبائي، وثم تعصير الإدارة، وفما حاجات اللي قاعده مش تصير بقدرة ربي. معناها احنا ثم نخدموا بانسجام وتناغم كبير مع وزاره العديد من الوزارات وخاصه وزاره الماليه، واليوم وزاره الماليه قاعده عندها برامج مهمه برشا، وقاعدين يحاول معناها الاوبجيكتيف الهدف هو التخفيض من نسبه الاداء مع توسيع الرقعه نتاع المطالبين بالاداء. الناس الكل تخلص، اما شويه شويه مش توا قاعدين اليوم دوركم لهنا، دورنا لهذا اليوم التشخيص ايش يقول؟ يقول 52% ولا اكثر من 52% في القطاع الموازي. ايش معناها؟ معناها الباقي 50% ولا اقل من 50% في القطاع الصحيح. وكيف نجيبوا ال 50% هذو؟ مش نلقاهم، نلقاو 400,000 فورفيتير، هذا في النظام التقديري. والنظام التقديري نعرفوه احنا من الناس نورمالمون رقم المعامله معاهم ضعيف وخدمتهم ضعيفه. دونك شنو نلقاو بحذاه اخر؟ نلقاو بحذاه المداخيل خاصه متاتيه من ليروتوني على سورس مش شهري. داكور، كيفاش نجم نقاوموا الظاهره نتاع الظاهره هذه؟ تقاوم راهو كما قلت انا في الاستثمار في السيستم دانفورماسيون، في تعصير الاداره، في ادخال الكفاءات. توا قاعده معناها سيروا للديكلاراسيون على بعد، توا سيروا الفاكتوراسيون تصير على بعد، معناها لا نيميريزاسيون معناها دون مانيير جينيرال. راهو قاعدين ماشيين في فما برشا محلات، فما برشا كيما المقاهي اليوم، كيما برشا ناس اليوم ما تتجاوبش مع مثل هذه شوف الاليات او الاجراءات اللي نحبوا نرجعوا بها الامور النصاب. شوف ما هو فما زاد شويه معناها كوميونيكاسيون، فما معناها راهو وثم عقليه يلزمها تتبدل شويه. معناها احنا كيف نقولوا اليوم يلزم الهدف هو وكون نسبه الاداءات يقع التخفيض فيها حاجه باهيه، مع توسيع الرقعه نتاع المطالبين بالاداءات، خاطر احنا لي روسيت فيسكال مداخيل اللي جايين من الجبايه ما تنجمش تنقص، لازمها تزيد، خاطر 80% من الميزانيه موله من الجبايه. دونك كيفاش نهبطوا في نسبه الاداء ونزيدوا في المداخل؟ من نجموا نعملوا هكاك؟ كان كيف الناس كل اللي معناها هل تعتبر انت سهلتني على انت سهلتني على اللي كيسون ريجستروز والمطاعم وندري شنو. راهو ثم نظام وثم قانون، والقانون يقول لك اذا كانك انت عندك شيفر دافير رقم معاملات كذا كذا راك تتمتع بالنظام التقديري. واضح اليوم اذا كانك انت عندك رقم معاملات اكثر من هكاك ما يلزمكش تنتفع بالنظام التقديري. دونك النظام التقديري راهو عنده ماليه، والناس اللي معناها ما تستحقش النظام التقديري تمشي في نظام اخر هو النظام الحقيقي. وراهو النظام الحقيقي هو الحقيقه، والنظام الحقيقي هرب منه العباد وهرب منه المطالبين بالاداء، وراهو عنده مزايا كبيره وعنده ديزافونتاج. شنو هي المزايا؟ عنده برشا مزايا، ثم حاجات اللي كي تعمل انت النظام التقديري ما عادش عندك فيها حق في الامتيازات. كي تعمل النظام الحقيقي هو حقيقه، معناها علاش احنا نحبوا حاجه فورفي هكاك ولا فورفيتير؟ معناها جوزيفيه، معناها كي تقول انت حاجه جوزيفيه يا انا رابح يا انت رابح. دونك كوم لي موان دو ليتا معناها والمراقبه ماهيش برشا وما عندناش لي موان، دونك في الغالب هو كون تلقى التجاوزات فهمتني؟ لكن تترى الحقيقي يعني النظام الحقيقي راهو عنده ديكلاراسيون واضحه وفيها امتيازات بعدين شوف حتى كرهبتك ويسانسك وكذا وقودك ومصاريفك ومصاريف المؤسسه نتاعك وكل اللي كان عندك الحق في الطرح نتاعها، وتاخو انت معناها الربح الحقيقي تخلص عليه الاداء. لكن رغم ذلك رغم ذلك شاده صحيح، ناس شاده في التهرب الضريبي وفي خاطر يمكن يناسب هكاك معناها احسن قد يكون شوفه. على خاطر اش باش نقول لك انا كيف يبدا واحد عنده اليوم نلقاو ناس اللي عندهم رقم معاملات بمئات الالاف الدينار هو في النظام الجوزيفي هذا النظام التقديري ما هوش به.
دونك هذا موضوع توا واضح ويعني تنجم تشوف فيه التجاوزات وتنجم تشوف الحقيقه كما كنت تقول، لكن الاقتصاد الموازي كيفاش نجموا اليوم نحصروه؟ الاقتصاد الموازي يلزمو تحصر وقاعد تحصر، والاجراء اللي اخذته وزاره الماليه في قانون الماليه 2016 جريء وهايل برشا وعطى النتيجه نتاعو. كي جاو قالوا على معلومه الاستهلاك دورة كونسوماسيون خفضوا فيه. ثم ناس عرضت قالت تخفض، احنا عندنا كونترنت بيدجيتير كيف تخفض فيه تو احنا المداخيل تنقصنا. التقارير تقول اللي الدروغ كونسوماسيون زاد 35%. هذا زاد يخفض من موارد الدوله، زاد خفضوا في كي تبدا النسبه مشطه شو يصير؟ يصير التهرب، تولي الحاجه الموازيه، يولي ما عادش يدخل بالطريقه القانونيه ويخلص الديوانه وكذا الى اخره. اليوم وقت اللي تخفضوا هذوما معناها النسب هذه كلها، قلت لك ليروسات تزادوا ب 35% بنسبه 35%. دونك احنا كيف نعمموا معناها المنطق هذايا على بقيه الاداءات وعلى بقيه النسب، راه الناس كلها تطلع رابحه. يعني انت اليوم ترى لي لازم اللي باش تجيب الناس، اي نعم، باش الناس تجيبهم من الموازي، تجيبهم معناها للنظام الاقتصاد المقنن، الاقتصاد المقنن تعطيهم شويه ضمانات، تعطيهم شويه تشجيعات، هو بده يحب يخدم وراسه مرفوع ويحب يخدم هو مطمئن ويحب يخدم. يا اخي توا انت الناس اللي تعمل التهريب هذوما ماهم عندهم عايشين في رعب وفي ريسك وفي وقاعدين يدفعوا في فلوس زاده وقاعدين ممكن محل ابتزاز وممكن وهذا راهو قالوه وسمعناه، خاطر احنا رحنا على الميدان ماهمش حرفينا صحيح، اما نعرفوا ونشخصوا ونعرفوا واقع البلاد ونعرف ايش قاعد يصير. هنا المواطن الموظف العمومي ويقول لك انا قاعد نتحمل اليوم في الجبايه، انا اللي قاعد نديكلاري، يعني انا اللي قاعد نقول مرتبي معناها والخصم المرتب قداش يمشي للضريبه وكل واضح بالنسبه لي. واضح صحيح، كلام صحيح، قاعدين يدفعوا هما وهيك يعني علاش كانوا على حسابه فقط، يعني هذا هيك علاش يحس. شوف على حسابه هو، طب صحيح على حسابه هو، تو خذينا ال 50% قلنا هذوما في الموازي، 50% شنو قلنا؟ قلنا 400,000 في التقديري، والتقديري فيه اللي يستحق التقديري وفيه اللي ما يستحقش التقديري. دونك والباقي شكون؟ الناس هذوما اللي تعطي معناها تخلص على الشهري نتاعها، الموظفين وال 5,000 شركه هذوما الشفافه اللي نهار كل العباد كل ماشي عليهم جايه. دونك هما اللي قاعدين يتحملوا في الامور هذه، هما اللي قاعدين يتحملوا في العبء هذا. والمفروض هو في الحقيقه هو يعني قانون هذا امر مقنن، يولي لكن يولي هو يولي عبء وقت اللي انا نتحمل حاجتك انت، وقت اللي تلزمك تخلصوا انت نتحملوا انا، يولي عبء علي انا. اليوم يلزم واحد معناها يلزم تكون عداله جبائيه، يلزم تكون ثم ومش تصير راهو شويه وقت، نخلي الوقت للوقت ومش تصير معناها انا متفائل خيرا، اما برشا وقت. شنو هي الحلول؟ اعطينا الحلول. الحلول راهو قلت لك الحل راهو وزاره الماليه قاعده حاله شوانه تكبر وانتدبت كفاءات كبيره. انتدبت كفاءات كبيره، مش نعرف ايش قاعد نقول، وقاعده تعمل في كونسلتاسيون استشاره معناها موسعه، وتاخذ في الاراء نتاع العديد من الناس الفنيين والمتمكنين والمتمرسين في الامور الجبائيه والمحاسبيه والاقتصاديه. به سيدي بارك الله فيك على كل التوضيحات هذه، سعداء جدا منك تكون معنا في حديث الساعه لليوم. بارك الله فيك سي روف غربال، رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا. وان شاء الله تكملوا غدوه نهار غدوه وتاخذوا تخرجوا بحاجات مهمه للبلاد ان شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا سيدي. اذا مشاهدينا الكرام نواصلوا حديثنا في حديث الساعه وناخذوا معرض الصحافه الرقميه لليوم، واللي نبداوها بموقع الاذاعه الفرنسيه اوروب واحد، واللي يعنون بسبب خطر الارهاب السياح البريطانيون يختارون البرتغال واسبانيا. موقع القناه البلجيكيه اخ تي بي اف يعنون تونس بعد 29 سنة تمثال بورقيبة على حصان ويعود إلى وسط مدينة تونس. الموقع السويسري سويس انفو يعنون تجديد الإجراءات الأمنية مع بدء موسم الحج اليهودي في جربة التونسية. وموقع فرانس تي في انفو يعنون تونس الثقافة تجتاح شيئا فشيئا الحياة العامة. موقع الشرق الأوسط يعنون الغنوشي الناصري والاشتراكي والإخواني يعود إلى تونسيته. وننهي معرض الصحافة الرقمية بموقع
القدس العربي بعنوان الستة الكبار في تونس يستعدون لالتهام كعكة البلديات، والعنوان السفلي مؤتمرات الأحزاب التونسية تركز على ترتيب البيت الداخلي والاستعداد للانتخابات. إذن كانت هذه عناوين الصحافة الرقمية لليوم. سعيد جدا باستضافة السيد الوزير وزير الشؤون الاجتماعية. مرحبا بك سي محمود بن رمضان، يعيشك بارك الله. شرفنا. ونحب نذكره فقط انه في الحلقه السابقه استدعينا ممثل عن اتحاد الشغل باش يوضح وجهه النظر نتاعو فيما يخص قانون سن التقاعد، ترفيع في سن التقاعد. اليوم جيبوك انت بحذانا باش توضح لنا وجهه نظر الوزاره ورؤيتك في هذا الموضوع. اذا مرحبا بك مره اخرى. كيف تقيم اليوم سيد الوزير عمل الحكومه؟ اظن انه ثم مجهود حقيقي. نعم. صعوبات موضوعية في مجالات عدة، الأمن اللي أصبح مكلف لأنه يتطلب مجهودات كبيرة من الناحية المالية، في عوض نخصوها للتنمية قاعدين نخصوا في مبالغ هامة للأمن، والأمل عنده انعكاس كما تعرف سلبي جدا على الاقتصاد التونسي. ثم تراجع كبير من جراء الوضع الأمني اللي عاشته تونس. تونس بلد متفتح اقتصاديا واجتماعيا، والضربات الإرهابية خلت أنه تونس قاعدة تعاني في أزمة في مجال السياحة، في مجال النقل البحري والنقل الجوي، في مجالات عدة، وحتى في الاستثمار. هذا الوضع خلى أنه النتائج ماهيش في مستوى المطلوب، واللي الأداء رغم اللي هو حقيقي وموجود على أرض الواقع يوميا ما يعطيش الأكلة متاعه، والتوانسة الآن في وضعية أسوأ من الوضعية اللي كانوا فيها قبل الثورة. إذن ثم احتقان، ثم في بعض الأحيان حتى فقدان الأمل، مش ناتج عن أداء الحكومة بل من الوضع التونسي والجهوي اللي هو كان عنده انعكاس سلبي على الاقتصاد وكذلك على المجتمع في كل المجالات. لكن بالتوازي لتحقيق أهداف إيجابية أمنياً، يعني الواحد يحكي كفاك زاد ما شاء الله نجاحات أمنية كبيرة، والحمد لله اليوم معنا البلاد كل مرة تصير ضربة قوية في عمق الإرهاب الغادر هذا. صحيح، ثم نجاحات كبيرة ياسر. نعم. ولكن كنا نأملوا أنه ما يجيش الآفة هذه ما تجيش لبلادنا. أنا نتكلم على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقلت وانت سألتني سيادتك على أداء الحكومة. نعم. أنا حقيقة رأى أنه الأداء الحكومي إيجابي وإيجابي جدا، ولكن النتائج اللي كنا ننتظرها ما هيش موجودة من جراء الآفة اللي تعيشها تونس في السنوات الأخيرة. هل هناك انسجام بين أعضاء الوزارة، بين الحكومة ككل، الفريق الحكومي كله؟ نعم، احنا كل القرارات ناخذوها بعد حوار، كل الوزراء يشاركوا في الحوار، ولو كنا مناش سعداء بأداء الحكومة ولا بأي قرار كنا نعلن عليه. يعني تنسيق كامل بيناتكم اي وصداقة وعمل جاي مشترك وتضامن. طيب، استمرارية الدولة من أهم ركائز الحكم بطبيعة الحال، وانت تعرف شيء هذايا. تم إبرام اتفاق بين الوزير السابق سيد أحمد عمار اليومباعي وبين الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بقانون التقاعد تحت عنوان الترفيع الاختياري لسن التقاعد. هل حكومتكم اليوم ملتزمة بهذا الاتفاق؟ الحكومة ملتزمة باستمرارية الدولة. نعم. ثم جدل، وأنا بصراحة أعتبره جدل ثانوي جدا، أما بما أنك سيادتك طرحت عليها سؤال، ثم رؤيتين، ثم أطروحتين. أطروحة الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي أنه وقع إبرام اتفاقية بين السيد الوزير الشؤون الاجتماعية السابق وعضو من الهيئة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل، فهذا هو المرجع. بينما
الحكومة وعلى رأسها سيد رئيس الحكومة يعتبر أنه القرار اللي وصلت له الحكومة يعني مشروع قانون هو مبرم ووقع الاتفاق عليه من الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. آنذاك لما وقع قرار تقديم مشروع الحكومة في سن التقاعد وتقديمه إلى مجلس نواب الشعب، كنت آنذاك وزير النقل، ولكن كنت حاضر وسيد الوزير عبر بوضوح سي عمر ينباعي أن المشروع المقدم للحكومة واللي وقعت عليه المصادقة هو حذية بقبول الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. سيد رئيس سيد رئيس المؤسسات، سمحني سيد وزير. صحيح سيد رئيس الحكومة، يعني تتغير الأشخاص لكن تبقى ديما المؤسسات كما قلنا احنا ملتزمين. ما هي المؤسسة في هذا الغرض؟ المؤسسة المرجعية هي الحكومة ليست أي طرف منها، خاصة وأنه سيد رئيس الحكومة الوزير هذا ينتمي للحكومة كذلك. صحيح سيد رئيس الحكومة يعتبر أنه هذا الاتفاق ما كانش عنده علم به لا المصادقة عليه، وهذه كذلك كانت من النقاط اللي خلات أنه سيد رئيس الحكومة كيفاش ما يعلمش بالموضوع كما هذا هو يعني الكوميونيكاسيون يعني الاتصال في, 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 في الوزارة منقوص. على كل حال هذا هو ما قال لي سيد رئيس الحكومة اللي يعتبر أنه هذا الاتفاق الذي وقع بين رجلين لا هو لا يعبر عن قرار الحكومة. وهذه نقاط الخلافية، يعني من هذا ما يمسش من مصداقية الحكومة مع الأطراف الاجتماعية الموجودة. هذه من النقاط الخلافية اللي خلات سيد رئيس الحكومة يستغنى عن سيد الوزير وزير الشؤون الاجتماعية السابق. يعني هذا هو السبب اللي خرج من الأسباب. إذن يعني فما خلل ما صار في وقت فما خلل وقع وكانت عنده نتيجة هي قرار سيد رئيس الحكومة للاستغناء عن سيد الوزير السابق. هل سيتم جبر هذا الخلل اللي صار؟ شوف والله هل ستعتذرون ربما لشكون؟ للأطراف الاجتماعية اللي تفهمتوا معها. ليست هذه مسؤولية الحكومة، الاتحاد بطبيعة الحال. أي هذا كانت مسؤولية شخص حسب سيد رئيس الحكومة. لكن الشخص هذا مثل الحكومة، نرجع لك أنا باقي نرجع لك، يعني أنت اليوم تأخذ قرار مع الاتحاد بعد تولي ماكش أنت مسؤول عليه. شوف بصفة رسمية الجلسة الحكومية التي أقرت المصادقة على مشروع اللي وقع تقديمه من سيد عمار الينباعي بتاريخ 24 جويلية 2015 هو المشروع اللي وقع تقديمه إلى مجلس نواب الشعب، وهو اللي فضل به سيد عمار الينباعي بالقول التالي: هذا المشروع حذية بقبول الأطراف الاجتماعية وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل. يعني هذا تراجع، أنا نفهم من كلامك أنه تراجع عن اتفاق 6 نوفمبر 2015 اللي تم بالاتفاق بين الحكومة وبين الاتحاد. سيد رئيس الحكومة وأنتم مش ملتزمين. أنا كسألتك السؤال قلت لك هل الحكومة ملتزمة بذي؟ قلت الحكومة ملتزمة بيعني استمرارية الدولة. أي استمرارية الدولة هي القرار الذي هذا وقع اتخاذه من طرف المرجع هي الحكومة. هك على كل حال سي إقبال طبعا إن شاء الله باش نواصلوا في الحوار مع بعضنا. راهو في نظري الخاص و لا مشروع الحكومة لا مشروع الاتحاد هم قادرين على مجابهة المصاعب التي تعيشها صناديق الضمان الاجتماعي. يلزم نجاوزوها وباعتراف كل الأطراف لا مشروع الحكومة لا مشروع الاتحاد هم قادرين على يعني السماح لصناديق الضمان الاجتماعي باش تعيش دوام وتخرج من الأزمة العميقة والهيكلية اللي تعيشها اليوم. يلزم مجموعة من الإجراءات الشجاعة يجب اتخاذها جماعيا، هذا هو الحل الوحيد اللي يسمح لنا حقيقة باش نلقاو حل. لكن بالوضعية اللي صارت صعيب شوية الموضوع هذا. لا مش صعيب،
على خاطر سي إقبال فما اتفاق إذا تقرأ ضمنيا المواقف نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل وإذا تقرأ مواقف الحكومة ومواقف وزير الشؤون الاجتماعية لكن مش هذا اللي عبر عليه الاتحاد على الأقل توا لا سامحني ثم سوء فهم وثم أظن رؤى سوء فهم من شكون سامحني يمكن من الطرفين ما منحبش نقول اللي الاتحاد هو المسؤول على كل حال أنا شنو نحب نقول نتفاعل إيجابيا للخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها صناديق الضمان الاجتماعي واللي تعيشها البلاد رأي في وضعي احنا الآن في وضعية خطيرة جدا عندنا نظرة مشتركة في التشخيص الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عندهم نفس التشخيص التشخيص هو التالي أزمة عميقة هيكلية خطيرة هذا ما تفهمين فيه لا, لا مش وحتى اسمع اسمع سيد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل ايش يقول لا مشروع الحكومة لا مشروع الاتحاد قادرين على مجابهة الأزمة هذه ثلاثة يلزم إجراءات يلزم حزمة من الإجراءات كاملة اللي يجب اتخاذها هالحزمة هذه ما يقع اتخاذها إلا بالتشاور إذن هذه هي النظرة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومة لكن في خطوة أولى صار عدم تفاهم توا نشوف اي ولكن سمحت الاتحاد من جهة أخرى ولا يطالب بالاحتجاج يعني الاحتجاجات والوقوفات الاحتجاجية والإضرابات أنا جيت لهلا وهذه مناسبة سي إقبال باش نقول الاتحاد العام التونسي للشغل باش نقول الأطراف الاجتماعية اللي احنا ما عندنا إلا حل واحد هو تجاوز هالنقاش حول ما هو المرجع هل هو مشروع الحكومة ب 24 جويلية ولا الاتفاق اللي حصل بين السيد العمار الينباعي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي لهذا ما هم قادرين على مجابهة الصعوبات يعني اللي هي موجودة يعني في المقابل مستسحبوا القانون أنا هذا أنا باش نتقدم بالمناسبة هذه إلى نداء هو مع بعضنا يلزم هالإشكال الحقيقي والصعب والخطير وتنقول بعد علاش خطير باش نجابهوه مع بعضنا ندخلوا في حوار نشوفوا ما هي اللزمة اللي باش تاخذوها مع بعضنا في كل المجالات لأنه حتى حل جزئي ما يكون قادر على مجابهة الصعوبات سي إقبال حتى لو كان سن التقاعد يصبح إجباري بخمس سنوات بعد خمس سنوات أخرى لديفيسيت العجز اللي هو الآن أكثر من 1,000,000,000 دينار باش يقع إضافة 700,000,000 دينار إذن ترفيع في سن التقاعد هو حل جزئي ولكن ما يلبيش الطلبات إذن يلزم مع بعضنا نشوفوا مجموعة من الإجراءات يلزم نلقاو حزمة خلينا نشوفوا نص القانون نحن نص القانون اللي موجود هنا واللي تم طرحه يعني انه معناها سن التقاعد 60 سنة و55 سنة في حالات أخرى به هذا 65 سنة في حالة أخرى لا 55 أو 65 سنة أنت 65 55 سنة في حالات أخرى يعني في الجيش مثلا ولا في مهن لكن صعبة الأهم الفصل 71 مكرر يمكن العوان من الاختيار من بين التقاعد في سن 60 سنة أو الترفيع بخمس سنوات معناها 65 سنة به نفس الفصل يقول انه العون ينجم يختار قبل خمس سنوات يعني عمره 55 سنة لكن في فقرة اخرى لازم يقدم مطلب كتابي معرب بالمظال المؤجر متاعه في اجل الاقصى 6 أشهر يعني عمره 55 سنة وستة اشهر فك البيريود نتاع 6 شهور هذوكم يقدم مطلب يقول فيه اللي انا نرغب في معناها التمديد في اجال التقاعد او انه يكتفي ب 60 سنة واذا كان ما يقولش انه هو يحب يواصل معناها في سن معناها اذا كان ما يعملش مكتوب هذا اللي طلبته فاوتوماتيكمون يعني اليا يتم يحط على تقاعد في سن 65 سنه معقول معناها هذا معقول علاش على خاطر عنده الحق حتى وقت اللي يوصل 60 سنه الا نهار باش يقول لا ما نحبش اذا سمح هي عمليه اداريه يعني شوف
نعتبره الشخص عمره 60 سنة. أها. إلى نهار. مش يخرج غدوة. إلى نهار. مش يخرج غدوة تقع. ينجم ياخذ قرار اللي يحبه. كيفاش؟ عاد أنتم قلتوا 55 سنة. يبدأ ابتداء من 65 سنة. أعطيتوه أجل بستة أشهر. إي أعطيه ستة أشهر ولكن عنده الحق باش يتراجع في اختياره. ماهوش عنده الحق، هذا عنده الحق في القانون. إي ولكن هذا هو المعمول به ضمنيا، هذا هو الموجود. يعني ما ثماش إجبارية وقت اللي شخص يعبر في وقت ما. سمحني سيد الوزير، راه في القانون هذا موجود في بند في الآخر يعني بكل محطوط أنه إذا كان ما يتمش أخذ القرار في الستة أشهر هذوكم فيلزموا، يعني هو ملزم بهذا القرار إما أنه يواصل لا لا أو لا يواصل. هذا موجود؟ لا ماهوش موجود. لا موجود، هذا موجود عندي في الفصل، موجود في الفصل اللي عندنا موجود هنا. ما نضيع لكش وقتك سي إقبال. أيوة. اللي حاب نقول لك كيما قلت لك توا نجي نشوفوا الفصل المشاهدين تاعنا على على كل حال. حبيت نقول لك راهو يلزم نخرجوا من المشاريع هذه. موجود على الشاشه هو توا شوفوا، يلزم نخرجوا من الازمه هذه. المعطيات المحينه التي الان موجوده لدينا تفيد أنه الترفيع في سن التقاعد ليس هو الحل، هو حل جزئي ولكن ضرورة ما نجموش نواصلوا بالطريقة هذه. راو يلزم نجلسوا مع بعضنا، ما ثم حتى حل إلا الجلوس مع بعضنا والشروع في حلول صعبة لكل الأطراف، لأنه الأزمة عميقة جدا وخطيرة. راو اليوم عطينا علاش خطيره، ما عادش قلت مش نحكي لك على الخطيره، عطينا علاش خطيره، عطينا الوضع بالضبط، تشخيص كامل من عندك انت اقرب الناس توا. بارك الله فيك. التشخيص هو التالي، صندوق الضمان الاجتماعي والحيطه الاجتماعيه، يعني صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع العام اللي يلزمه بصفه عامه عنده دي ريزيرف تكون تقارب 3 سنوات من الجرايات الاحتياطي نتاعو. اليوم هالصندوق هذا يعاني من احتياطي سلبي باكثر من 1,000,000,000 دينار. اذا نواصلوا بالطريقه هذه سنه 2020 العجز باش يكون 5,000,000,000 دينار. شنو هي اسباب العجز؟ العجز عنده اسباب متعدده، اما من الاسباب الاساسيه هو التحول الديموغرافي اللي عاشته تونس. تونس عاشت ثورة ديموغرافية من أسرع الثورات الديموغرافية التي وقعت في العالم. نعطيك مثل يعبر على ذلك. أواخر الستينيات كانت المرأة التونسية تنجب تقريبا 7 أطفال حيين أو أكثر. من 15 أو 20 سنة من الآن أصبحت المرأة التونسية تنجب 2 طفلين. هذا العامل الأول، يعني ثم مسيرة متاع دو فييسمون. دونك اللي ماشيين في سن التقاعد. لكن هذه خيارات زاد كل لا لا ماشي اختيارات، هذه نتيجة تحولات عميقة. اثنين سي إقبال هو الأمل في الحياة. وقت الاستقلال كان التونسي الأمل في الحياة عند الولادة كان 47 سنة. اليوم أصبحنا 75 سنة، يعني ثم 28 سنة حياة إضافية. إذن هالعاملين الأساسيين هما خلاو قبل سي إقبال الشخص اللي موجود في سن التقاعد يخدموا عليه باش يصبوا له تقريبا 17 ناشطين. اليوم أصبح 19.3 ناشطين.4. هذا هو العامل الأساسي اللي يفسر الأزمة اللي تعيشها صناديق الضمان الاجتماعي. يعني وكل البلدان اللي عرفت ثورة ديموغرافية أو انتقال ديموغرافي، على خاطر تونس عاشت الثورة هذه في 30 سنة. يعني البلدان الأوروبية اليوم أكثر من عدد الشغالين، معناها هكا مش نسبيا هوني قلت لك ثم تقريب 2.3 ناشطين يخدموا على متقاعد. يعني مش ممكن باش زوز اشخاص يعيشوا يعني متقاعد، كانش باش يصبوا كل واحد اشترى الشهريه نتاعهم. هذه هي هذا هو
السبب الاساسي اللي خلات صناديق الضمان الاجتماعي تعيش الازمه هذه. على هذاك قلت لك سي قبال الازمه هذه هيكليه دائمه ومتراكمه، اون كريز اي ان ديفيسيت اكسبونونسييل. احنا عندنا رقم يعني في 2009 حتكسر 2015 قيمه العجز ارتفعت من 20 مليار في 2009 الى 375 مليار. مئنهم. معناها تقريبا 19 مره تقريبا قد المره الاولانيه. يعطيك صح. في ظرف 6 سنوات. اي نعم. لكن السؤال هنا بديهي يعني، وين مشات الفلوس هذه؟ لا مش وين مشات الفلوس هذه، علاش العجز هذا؟ لانه الحكومه والحكومات المتعاقبه تو من 15 20 سنه راهو في بالها. رانا ماشيين الازمه، رانا ماشيين الازمه، ولكن ما خذات حتى قرار في هذا الغرض. اليوم الان اصبحنا امام الازمه، امام الهفوف اللي قعدنا نتحدث عليه تو 15 او 20 سنه وما خذينا حتى قرار. راهو كل الناس، كل الخبراء وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل في باله اللي المسار هذايا دون اخذ اجراءات شجع باش يؤدي نهار من نهارات الى ازمه وتفرقيعه. نحن الامام الان امام الازمه هذه، والاتحاد عنده علم بذلك، وسيد الأمين العام في الهيئة الإدارية الأخيرة عبر على ذلك وقال اللي ما ثم حتى حل موجز ينجم يعطي نتيجة، ودعا إلى حوار. أنا متفق معه ومن هذا المنبر أنادي إلى حوار. ما ثم حتى إجراء، لا مشروع الحكومة لا مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل قادرين على مجابهة هالخطر هذايا. إذن ثم يلزم ضرورة حزمة من الإجراءات، وكل حزمة راهي عندها تكاليف متاحة. لهنا سيد الوزير يعني في 2011 كتلة الأجور ضعفت مرتين حتى 2015، وبالتالي طبيعي باش تكون يعني جملة الاقتطاعات زادت ضعفت مرتين، يعني فما أيوة امور حسابيه. صحيح. المفروض انه يكون المداخيل اكثر. لا صحيح. بالتوازي مع كل مع كتله الاجور. صحيح، ولكن شوف المصاريف، شوف الجرايات، هي بيدها عرفت ضعف ب 2 3 4 مرات. يعني فما اشكال تحس. اي فما اشكال، يعني شوف المداخيل ارتفعت ولكن نسق ومثلها الاقتطاع ارتفع. لا ولكن نسق المصاريف الضعف بنسبه أعلى بكثير. المصاريف؟ المصاريف هي يعني جرايات، عدد الناس اللي مشاو في سن التقاعد نسبة النمو نتاعو أسرع من الناس اللي دخلوا في النشاط الاقتصادي وأصبحوا يساهموا. اثنين عدد المتقاعدين وقيمة الجراية ارتفعوا بصفة مهولة. مقارنة بالمداخيل. هكا معناها. اي نعم. اليوم الحلول اللي تراها توا بالنسبة للقانون هذا، ما نعرفش، أنا سألتك سؤال وأنت معناها حكيتي في الموضوع، مش تسحبوه ولا لا؟ شوف القضية هي ندخلوا في حوار، وكل الحلول موجودة. يعني يلزم ندخلوا في حوار ونشوفوا ما هي الإجراءات اللي مع بعضنا يلزم ناخذوها. فاحنا ناخذوها كل موضوع على طاوله، ننتظر تعديلات. يعني ما ثم حتى تابو، ان يا اوكا تابو، غير نتحدث مع بعضنا. راهو اغلب البلدان اللي عاشت هالانتقال الديموغرافي بما فيها البلدان الديمقراطيه راهي عرفت ازمات اجتماعيه. احنا لازمنا نجاوزوا الازمه الاجتماعيه، نخدموا مع بعضنا، ما عندنا حتى حل اذا نحبوا نضمنوا الحقوق المكتسبة للمتقاعدين اليوم ونصب لهم جراية نتاعهم وراهي مهددة. ما عندنا إلا حل واحد، نخدموا مع بعضنا نلقاو الحلول اللي تسمح لنا حقيقة باش نحفظوا لهم حقوقهم، خاطر يمشيوا أمام البوستة يوم 23 من كل شهر يستناو في الجراية نتاعهم. معناها فما ناس نجم تلقى جرايتها؟ يعني إذا نواصلوا بالطريقة هذه بالطبع، ولكن إحنا غايتنا وإرادتنا والإرادة هذه المخزون بشتفنا. المخزون الموجود توا قداش يكفي تقريبا بالأشهر؟ قلت لك ما عادش ثم مخزون. المخزون سلبي
بألف مليون دينار آخر السنة هذه باش يصبح المخزون سلبي ب 1500 دينار. يعني تنجم تكون غير قادر الصندوق باش يخلص الناس؟ تو شوف تقول لي أنت كيفاش قاعدة تعمل؟ عندها واجب أمام الكنا، الكنا متسالها أكثر من 1000 مليون دينار، ماهيش قاعدة تخلص في الكنا. تقول لي كيفاش قاعدة تصب في الجرايات؟ هاو عندها مخزون سلبي. ماهيش قاعدة تخلص في الدين نتاعها. هذه هي الطريقة اللي قاعدة تتعامل بها لا سي ان ار بي اس. وشنو التاثير اللي لكنا اليوم عايشه ازمه ماهيش قادره باش توفي بتعهداتها، لا باش تصب للمستشفيات لا للصيدليات الدين نتاعها. يعني هذه هي الوضعيه باش نمشيو عليها. ثم في الازمه هذه في يعني في صلب الاتحاد يناديو بانه يعني يصير تدقيق في 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 الصناديق هذه في الاموال الصناديق هم موجودين وكذلك بفرض اداءات ربما ل اي صحيح. اول حاجه تدقيق راهم موجودين في مجالس الاداره لكل صناديق الضمان الاجتماعي، وثم تدقيق قاعد يقع من لا كور دي كونت، وثم تقارير. شنو هي النتائج الاوليه نتاعهم؟ النتائج ثم برشا اجراءات ماهيش في ماهيش قانونيه. فساد يعني؟ لا لا مثلا الى حد الان ماهيش فساد، ما ثماش فساد. فما دي فويت لازم نشوفوها، ويمكن ثم في بعض الاحيان في الكلام سرقه مثلا؟ لا يعني ايش تحب اقول لك توا كل شيء موجود، ثم دي بوسيبل فويت، وكان ثم دي فويت افيري راه وقعت متابعه الاشخاص ومحاكمتهم. بقى ثم اجراءات ماهيش مطابقه للقوانين وتتطلب اجراءات حازمه. الكنا كيفاش يتم التعامل معها هذه؟ يلزم يتعامل معها، يلزم تنفيذ المقترحات المقدمه من طرف لاكور دي كونت. ويلزم كذلك مجلس الاداره يقوم بواجبه، ويلزم كذلك صرامه من طرف الوزير والحكومه. يعني المواضيع هذه موجوده قاعد يتم التعامل معها، ولكن نظري انا يلزم اكثر صرامه، وانا عازم باش ننظر للقضايا هذه اكثر حزم باش نشوفوا كل مصادر الافلات الممكنه. توا باش نرجع قلت لي سي اقبال مثلا كيفاش نجابه الازمه، قلت مثلا تنويع المداخيل. وبين تنويع المداخيل قلت دي تاكس. وي هذا حل من الحلول، ثم حلول تسمح بترفيع المداخيل وتنقيص في المصاريف، هذا هو الاشكال المطروح. ثم امكانيات على ذاك قلت لك اقبال حزمه، يلزم حزمه من الاجراءات في العلوم هذه لي سيونس اكتواريال معروفه، كيفاش تزيد في المداخيل كيفاش تنقص في المصاريف. كيفاش تزيد بالمداخيل؟ اول حاجه بالمساهمات او من طرف الدوله او من طرف الاجراء، نظريا نتكلم فيك تواسي قبل، او كذلك تنجم تحط دي تاكس. نحن في تونس نعيش بنظام يتسمى نظام بسماركي. شو معناتها النظام هذا؟ هو مبني على المساهمه نتاع الاعراف ومتاع الاجراء. ثم نظام اخر هو بريطاني في الاصل، الدوله ميزانيه الدوله. صحيح انه الميزانيه نتاع الدوله اليوم عايشه في صعوبات كبيره ياسر، ولكن تدريجيا نجموا نوصلوا الى مساهمات عن طريق لي تاكس تي في ا او دوتر تاكس اللي هما كذلك يمولوا الصندوق هذا، تنقيص في المصاريف. به هذوما ينجموا معناها يحلوا المشكل؟ اي اذا مع بعضهم، اذا مع بعضهم يحلوا المشكل. وكل بلدان جاوزت الصعوبات هذه، بقى بالحزمه هذه، والحزمه هذه راهي عندها تكاليف. يلزم الاطراف الاجتماعيه والدوله يكونوا متفاهمين. كل واحد عنده تنازلات باش يقوم بها باش نوصلوا إلى ديمومة الصناديق هذه، خروجها من
خطر الإفلاس وتوفير ضمان الاجتماعي للمتقاعدين اليوم وللأجيال المقبلة. فمش دراسات انتوا وانتم كي تحكيوا كما هكا، دونك اكيد انكم درستوا الموضوع هذا وفما بعد نظر في الموضوع. 2020 العجز هذا تقريبا يعني حسب تصوركم انتم يا عنا وين يوصل؟ يوصل شوف عنا احنا في سنة 2015 كما قلت لك العجز 1014 مليون دينار. العجز الإضافي إلى وصلنا بالطريقة هذه باش يكون 4235 مليون دينار. كبير إذا فرص. وصلنا بالطريقة هذه حتى إذا اشتر الناس اللي يوصلوا لسن التقاعد يزيدوا 5 سنوات إضافية اشتر. العجز الإضافي باش يفوق 2000 مليون دينار. بقى راهو أمامنا إذا نعملوا مع بعضنا مش يعني مجابهة الصعوبات هذه وحل الإشكال هذا. احنا قدامنا مشروع مجتمعي جديد، المرحلة الانتقالية السياسية انتهت، أمامنا الآن مرحلة البناء. وعلى هذاك قلت لك سي إقبال احنا نشتركوا مع بعضنا الحكومة والأطراف الاجتماعية وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل تشخيص الوضع اليوم، ولكن كذلك عندنا نفس رؤية بالنسبة للمستقبل، نفس الأحلام ونفس المشروع. نحن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية عندنا نفس المشروع، مشروع مجتمعي جديد منوال تنمية جديد يسمح لكل تونسي باش الكرامة بتاعه تكون محفوظة وباش تكون عنده تغطية على كل مخاطر الحياة بصفة أدق. في كلمة بصفة أخيرة. أدق هذا هو أول حاجة. أول حاجة تغطية صحية لكل تونسيين. اثنين دخل أدنى لائق لكل تونسي. ثلاثة تغطية ضد فقدان الشغل. وقاعدين نعملوا على هذا المجال باش نحسبوا قداش التكلفة نتاعو تكون باش نشوفوا مع الأطراف الاجتماعية كيفاش هالمشروع هذا نجموا نبنيوه، كيفاش نجموا نمولوه. باهي في دقيقة كيفاش نجموا نطمنوا الناس اللي اليوم خايفة على جراياتها بعد الكلام هذا؟ ما تخافش لأنه عندنا العزيمة، اليد مفتوحة. سيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال اللي الوضعية صعيبة اللي ما ثم حتى إجراء ما يكون قادر على مجابهة الصعوبات وقال كذلك اللي يلزم حزمة. إذن أنا متفق معه كامل الاتفاق وكذلك الحكومة. شكرا لك إذن سيد الوزير محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية على رحاب صدرك وعلى حضورك معنا. حضورنا الكريم إذن مشاهدينا الكرام اليوم يوفى موعدنا مع حديث ساعة غدو الحي. عندكم موعد اليومي، موعد مع تونس باريس أو باريس تونس مع الياس الغربي وتوفيق مجيد 7 متاع العشية في التلفزة الوطنية. شكرا لكم على متابعتنا وإلى اللقاء.